السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هذه الدورة مخصصة للناس اللي أكملوا الجزء الأول من الأيونيك، وأيضا مخصصة للناس اللي بتحب أنه تصمم تطبيقات الأندرويد بدون الدخول في الكود والديتايلز المعلومات عن الأيونيك بشكل مكثف. لذلك اقترح لكم أنه تستخدمون الأيونيك كرياتور. الأيونيك كرياتور هو تطبيق جديد اللي هو موبايل أبليكيشن، تطبيق جديد ويب ابلكيشن عفوا للايونيك، تم تصميمها حديثا انه هذا عن طريقها تستطيع صنع واجهات رسوميه سحب وافلات. اذا تكتب ايونيك كرييتر حيظهر لك اول واحد ionickreator.io، تضغط على اللينك حياخذك لموقع الايونيك. التسجيل سهل جدا، بس خلونا نشوف اذا الخط يسمح. وانا اصلا سجلت بالموقع لكن ان شاء الله حيظهر اللوجن لانه لا ياخذني الموقع. او ماي جاد الانترنت عندي بطيء جدا. اوكي اي بي بي لوجن، حياخذني اللوجن. يلا يلا، مش معقوله هالبطء، يعني حلقتين بس حتى يفتح الصفحة. اوكي لود. اوكي هذا بيرجع لك ويلكم باك. طبعا هو بيقول لي انت راح يظهر عندك مثلا for example don't have account get start. طيب هنا ممكن ايضا اتصور في موقع الايونيك بحد ذاته، يعني اذا احنا جينا كتبنا هنا for example ايونيك مثلا في موقع ايونيك نفسها ionicframework.org، فيها ايضا الكرييتر. لاحظ هنا عندك مور، لاحظ في المور في شيء عندك كرييتر، اضغط على الكرييتر بياخذك للايونيك دوت كرييتر ويطلب من عندك اللوجن. طبعا انت اذا عندك اكاونت، عندك ما عندك اكاونت اذا تعمل جيت ستارت وتبدا تملا اليوزر نيم باسورد ايميل اي شيء كان وتعمل ساين اب. اوكي خلوني اعمل هيك شيء مثلا محمد، اتصور هذا اليوزر نيم هيك محمد. هنا يطلب من عندي فول نيم محمد، سوري عيسى. اوكي هنا الايميل، اتصور في عندي ايميل فقط للتست اللي هو مهامات باللغه التركيه دوت تست. اتصور هذا الايميل موجود عندي. الباسورد اني باسورد انت ممكن تختاره عادي جدا ما تفرق. اكتبه مره اخرى. اوكي اذا هذا الانفورميشن ساين مش ريمبر، في عندنا مشكله اكو في يوزر عندنا موجود. اوكي اكتب هنا تست ساين. اوكي ذاتس ات، قام بالتسجيل. إذا حنقول remember، إذا راح يظهر لك هذه الواجهة. طبعا هذه الواجهة بسيطة جدا، خلينا نشوف التايم 3 minutes ممتاز. لأن في عندنا new project وفي عندنا people وفي عندنا upgrade. لاحظ هنا بيقول لك إنه limit time code for subscription فقط ل 19 دولار بالشهر. لما تضغط على upgrade، خلينا ناخذ upgrade قبل دخول المشروع. لو قلنا upgrade now، في upgrade يعطيك أكثر من plan. في عندك المونث بيلينج وفي عندك الانوال بيلينج. المونث بيلينج مونثلي بيلينج بمعنى انه شهريا حيقطع من عندك، كل شهر حيسحب من الكريدت كارت اللي انت عندك. طبعا طرق الدفع هي تعتمد على الموقع. هنا انت عندك عن احد المصممين لهذا الايونيك شرح عنها. اضف الى ذلك انت ممكن تستخدمها فري، اوكي مجانا، حنشوف كيف نستخدمها مجانا. في المجان فور انديفيدوال بروجكت واحد فقط تقدر تصنع فيه كل مره. public project يسمح لك، ويسمح لك البيسك هو الاكسبورتنج بمعنى انه انت تستطيع انه تصنع فقط project واحد كل مره. هذا البروجكت ممكن تعمله public تعطيه للناس. كذلك انه هذا الاكسبورتنج يسمح لك انه انت تعمل اكسبورت وهو اصلا ما عمل لك الزر فعال لانه انت اصلا في الفري ديف. وفي عندك البرو، البرو بيقول لك انت ممكن تعمل سيف ل 120 دولار في حالة إذا أنت اختارت yearly، لأنه إحنا مو في الانيوال إحنا بالمونثلي. unlimited projects ممكن تصنع
عدد لا ما لا نهاية من التطبيقات، وفيها كود اديتر ممكن تعمل اديت للكود في داخل الويب براوزر، برايفت بروجكت ممكن انه انت بروجكت عندك تعمله برايفت خاص، بيسك والنيتيف اكسبورتنج بمعنى انه انت ممكن تعمل اكسبورتنج ليس فقط كويب بروجكت، لان هنا تستطيع تعمل اكسبورت فقط كويب بروجكت، هنا تستطيع انه تعمل اكسبورت كويب ملفات ويب، كذلك تستطيع انه تعملها على شكل IPK والIPA. اوكي يعني تستطيع انه انت اصلا تحولها بدون انه تفتحها في الاندرويد او بال اكسكود، وممكن انه انت تصنع تطبيقات الموبايل وتنشرها عادي جدا، بيسمح لك هذا بالبرو اللي هو $29. اضف الى ذلك انه في عندك الاخر اللي هو هذا most popular بمعنى انه اكثر شهرة، اكثر ناس تستخدم هذا النسخة. في عندك ايضا واحد اخر اللي هو مو نسخة وانما عرض offer. هنا عندك التيم، التيم ينفع للفرق، هنا $99 بالشهر يعطيك للتيم، للتيمات ممكن 5 اشخاص يدخلون في هذا البروجكت ويتحكمون فيها. Unlimited private public projects، ممكن تعمل ما لا نهاية من بروجكتات خاصة او بشكل عام، يعني عام للجميع قصدي. And tool coding edit بمعنى انه انت لما تشتغل ممكن انه تفتح الادت موجود في عندك كونسول في داخل براوزر ممكن تعمل عليها. في عندك البيسك والنيتيف اكسبورتنج بمعنى نفس الشيء هنا. في عندك الكرييت ابلكيشن موبايل ابلكيشن، ما تحتاج انه انت اذا تفتح الاكس كود والاندرويد ستوديو ليخلقها، فممكن تضغط على ابجريد. وفي عندك ايضا الانوال سنويا، لاحظ هذا الشهريا $29، كون انت تدفع سنويا حياخذ من عندك $19 وهنا حياخذ من عندك $89. اوكي فانت ممكن تختار اي نسخه بدك، مثلا تريد تختار 29 ابجريد. ناو خلينا نشوف الطرق. في عندك الفيزا وفي عندك اشياء اخرى، انا عندي الفيزا ممكن اضع رقم الفيزا وهنا النيم على الكارد 29 بير مانث. اوكي وبعدين اقول له ابجريد يور بلان، ذاتس ات، يقطع من عندك وانتهى. طيب هذا بالنسبه لشرح الفكره، خلينا نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامه.